ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعض كفار اليهود وأحبار اليهود لما جوا لمكة يبوا يسنصروا بهم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم يا أحبار اليهود أما خير إحنا والله محمد. طبعا اليهودي يعرف أن النبي ما مكانت خير من الكفار، يعني عبد الحجارة، لكن للمصلحة قال هؤلاء أي كفار مكة أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه واحدة. والأمر الثاني، الله تعالى قال غلبت الروم وهم في بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما اقتتل الروم وهم أهل الكتاب ومحرف وغلبهم أهل فارس وهم عباد النار، حزن المسلمون لمجرد أن التقوا مع الروم في أنهم أهل كتاب وتحريف. لكن مع هذا بالموازنات اللي هؤلاء يسقطونها قالوا أن الروم أولى من فارس، عباد النار الفارس، وأهل مكة عباد الحجارة، فرحوا بالنصر لأنهم رأوا أن عباد النار أقرب إليهم من عباد الله. والمؤمنون عباد الله تعالى حزنوا لما غلبت فارس الروم. فلذلك الآن بالله عليك بالمقياس الذي اختاره أصحاب محمد واختاره محمد، اللهم صل عليه سيدنا محمد، وراهن عليه أبو بكر، ارجعوا للتاريخ، وقال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انظر مقارنة، حتى ولو اختلفت مع حماس فيما اختلفت فيه هم على التوحيد، أنت لا تخون كافرون، ولو تنزلا قلنا أن حماس كافر تنزلا، هي تقاتل من أخرجك من ديارك. هؤلاء فضحوا أنفسهم وفضحهم الله.